سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حضرات المكرمين yang sama kami hormati para alim ulama para asatiz para orang tua di antaranya banyak guru-guru kami di antaranya Bapak Ustaz Muhammad Yunus S.Pd.I. M.M. Bekasi. Iya. Kalau